بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد. أرجو أن تكونوا بخير، كما أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درسنا السابق الخاص بتحليل نص شعري، ونقلتم إلى دفاتركم ما طلبت. حصة اليوم سنخصصها للدرس اللغوي تحت عنوان الضمير المنفصل والضمير المتصل. والهدف من هذه الحصة أن تكون عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة قادرين على تعرف وتمييز وإعراب واستعمال الضمير المتصل والضمير المنفصل. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لا شك أنك تعرفت في الحصص السابقة على الضمير. لنتذكر جميعا، فما هو الضمير؟ الضمير اسم معرفة مبني، وهو إما بارز أو مستتر. جيد، لكن هل الضمير دائما هو نفسه؟ وهل يعرب بنفس الطريقة؟ لا أعلم. إذن تابع الجمل التالية. الجمل: كنت أجدها منهمكة، تساعدني على امتطائه، هو يعدو مسرعة، إياه يتعهد، ركبنا حمارنا بعدما ساعدتنا طامو. بعد قراءتك للجمل استخرج الضمائر. الضمائر الموجودة في الجمل هي تو، ها، ياء، نا، هو، إياه. انطلاقا من هذه الضمائر، ماذا لاحظت؟ لاحظت أن بعضها متصل وبعضها منفصل، لهذا ميز المنفصل عن المتصل. سنجد ما يلي. الضمائر نوعان: متصلة مثل التاء والياء، نا، ها. المنفصلة وجدنا في الجمل هو، إياه. أحسنت، فعلا الضمائر نوعان، متصلة ومنفصلة. لهذا سيكون الجواب على الشكل التالي: الضمائر المنفصلة الموجودة في الجمل هي فقط هو، إياه. أما الضمائر المتصلة الموجودة في الجمل سنجد التاء، ها، الياء، نا، ونا، فقد تكررتنا مرتين، وستعرفوا لماذا لاحقا. فما هو الضمير المنفصل؟ وهل يوحي إلى عدد وجنس؟ الضمير المنفصل هو اسم مبني مستقل لفظا وكتابة، ويدل على عدد وجنس، وهو نوعان أيضا. هناك ضمائر منفصلة في محل رفع. هنا هذه الضمائر المنفصلة مخصصة إما للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، إفرادا، تثنية، وجمعا، كما هو مبين أمامك على السبورة. أنا تقال للمذكر والمؤنث المتكلم، نحن يستعملها المتكلم سواء كان مثنى أو جمعا، وعندما نخاطب مذكرا نقول أنت، مذكرين أنتما،
وعندما نخاطب مجموعة من الذكور نقول أنتم. أما إذا خاطبنا مؤنثا مفردا نقول أنت، مثنى مؤنثا أنتما، وجمعا مؤنثا أنتن. أما الضمائر المنفصلة في محل رفع الخاصة بالغياب فنقول ونتحدث عن المذكر المفرد الغائب نقول هو، عن المفرد الغائبة هي، عن المثنى الغائبين المذكرين هما، عن المثنى الغائبتين هما، عن الجمع الغائبين هم، وعن الجمع الغائبات هن. أما الضمائر المنفصلة المخصصة في محل نصب فهي إياي إذا كان المتكلم مذكرا أو أنثى، إياك للمذكر المخاطب، إياك للمخاطبة المؤنث، إياه للغائب المذكر، إياها للغائبة المؤنث. وبخصوص المثنى المتكلم نقول إيانا، عن المخاطب المثنى إياكما مذكرا ومؤنثا، عن الغائب مذكرا أو مؤنثا في حالة التثنية نستعمل إياهما. في الجمع المتكلم دائما نستعمل إيانا سواء كنا ذكورا أو إناثا، وفي الجمع المخاطب عندما نخاطب ذكورا نقول إياكم، وعندما نخاطب إناثا نقول إياكن. وعن الحديث عن غائبين عفوا إياهم، وعن غائبات إياهن. وما هو الضمير المتصل؟ وهل يوحي إلى عدد وجنس أيضا؟ الضمير المتصل يا بني هو اسم مبني معرفة، وهو لا يقع أول الكلام بل يجب أن يتصل باسم أو فعل أو حرف، مثل ركبت، علمنا به. والضمائر المتصلة التي تكون في محل رفع عددها ستة، وهي التاء المتحركة، ومثالنا بعت، 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 بعتما، بعتم، بعتن. ندل على الفاعل وشرطها أن تكون مسبوقة بسكون، مثل بعنا. هناك ياء المخاطبة نجدها في الزمن المضارع والأمر، تبيعين، بيعي. هناك أيضا ألف الاثنين، باع، بيع، تبيعان في الأزمنة الثلاثة. هناك أيضا واو الجماعة، باعوا، يبيعون، بيعوا. وأخيرا هناك نون النسوة، بعنا، تبعنا، يبعنا. كما لاحظت أن الضمائر المتصلة التي تعرب في محل رفع عادة ما تكون في محل رفع الفاعل شرطها أن تكون متصلة بفعل. أعيد، الضمائر المتصلة في محل رفع فاعل يشترط فيها أن تتصل بفعل، وعددها ستة فقط: التاء المتحركة، ندل على الفاعل، ياء المخاطبة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ونون النسوة. أما الضمائر المتصلة في محل نصب أو جر فعددها أربعة، هي نفسها تكون في محل نصب، وهي نفسها تكون في محل جر، وهي
حاء الغائب، ياء المتكلم، ناء الدالة على جماعة المتكلمين، وكاف الخطاب. هذه الضمائر المتصلة الأربعة هي نفسها تغير إعرابها حسب ما تتصل به. فإذا اتصلت هذه الضمائر بفعل فتعرب في محل نصب مفعول به، مثل رسمه، رسمها، رسمهما، رسمهم، رسمهن. رسمك، رسمك، رسمكما، رسمكن، رسمكم. رسمني، رسمنا. إذا انتبه إلى تصريفات هاء الغائب وتصريفات كاف الخطاب. أما بخصوص ياء المتكلم عندما تتصل بالفعل كي تكون في محل نصب المفعول به، فهي تسبق بنون تسمى نون الوقاية. أما ناء الدالة على جماعة المتكلمين فهي تكون مسبوقة بفتح حتى تعرب في محل نصب مفعول به، عكس التي تعرب ناء الدالة على الفاعل التي تكون مسبوقة بسكون. هذه الضمائر كما قلت هي نفسها إذا اتصلت باسم ستصبح الآن في محل جر مضاف إليه، مثل صحته، وتصريفات الهاء طبعا، صحتك، صحتي، صحتنا. فكلمة صحة ستعرب حسب موقعها في الجملة، ونختم ب وهو مضاف. ثم نقول عن الهاء أو الكاف أو الياء أو ناء الدالة على جماعة المتكلمين بضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هذه الضمائر المتصلة الأربعة هي نفسها إذا اتصلت بحروف الجر تعرب في محل جر اسم مجرور، مثل به، فيك، عليك، لنا. الخلاصة: الضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المتصل ثلاثة أنواع: إما أن يكون في محل رفع ويشترط فيه أن يتصل بفعل، وعدد هذه الضمائر المتصلة في محل رفع فاعل عددها ستة. هناك ضمائر متصلة تتصل بالفعل والحرف والاسم وعددها أربعة، فتكون أحيانا في محل نصب إذا اتصلت بفعل، وهي نفسها تصبح في محل جر مضاف إليه إذا اتصلت باسم، أو في محل جر اسم مجرور إذا اتصلت بحروف الجر. ما عليك سوى أن تعود إلى الجدول السابق للتحقق من ذلك. أما الضمير المنفصل فقلنا هو ما استقل بنفسه لفظا وكتابة، وهو نوعان فقط، إما في محل رفع أو في محل نصب. أعزائي الطلبة، أرجو منكم نقل الخلاصة الموثقة في الصفحة 143 على دفتر الدروس ركن الدرس اللغوي. نماذج أعرابية: مثالنا الأول الجملة الفعلية التالية: أجدها منهمكة. أجد عبارة عن فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. ها هاء الغائبة ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. منهمكة حال مفردة منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثاني: إياك نعبد. إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، وهو مضاف. الكاف
كفو الخطاب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، انطلاقا مما سبق، أرجو الاطلاع على الصفحتين 142 و143 من كتاب اللغة العربية لتعزيز مكتسباتك، وإنجاز الأنشطة التي ستوضع رهن إشارتك على الموقع. فما عليك سوى الاطلاع على المستجدات على موقعنا الخاص بالمؤسسة أو القناة على اليوتيوب المخصصة بالمؤسسة أيضا. شكرا جزيلا على متابعتكم. أدام الله علينا وعليكم الصحة والعافية، وإلى درس جديد إن شاء الله.